السلام عليكم البنات، كي بقيتوا لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نقدم معكم في هذا الفيديو دجاجة محمرة بالشعرية فيرميسيل، وبالطريقة المعتادة ديالنا ديال التشرميلة ديال الدجاج. كتجي رائعة، خليكم معايا تابعوا طريقة التحضير. غادي ناخد الطنجرة ديالي، غادي نوضع فيها عندي هنايا القزبر والمعدنوس والثومة مطحونين، نوضع غير واحد المقدار لي غنشرمل فيه الدجاجة ديالي. وعندي هنا التوابل معروفة للدجاج المحمر، الإبزار والكعبة والخرقوم. والملح غادي نخلط العطرية ديالي مزيان، ثوما بهذا الشكل. غناخد الدجاجة ديالي وغادي نشرملها مزيان بهذه العطرية. هانتوما باش يبان لكم اكثر، انا تعمدت ندير الشرمولة هنايا في الاناء اللي غادي او الطنجرة اللي غادي نطيب فيها الدجاجة ديالي، باش تبقى لي داك العطريه تما ما نضيعهاش عاد في الطبسيل او لا في شي الا اخر. ولا انا تعمدت نخليها تما باش تبقى ليا في، نشرملها مزيان. نديرلها شرمولة مزيان، تمام. من بعد نجمع لها خيطاتهم، ودابا غادي نوضعها في الاناء ديالي. ها هي من بعد ما وضعتها في الطنجره ديالي، دابا غادي نردها تشحر، غنزيد نضيف عليها شويه الماء ونردها تشحر شويه. من بعد غادي نضيف لها البصله، من بعد نضيف لها البصله والزيت. تابعوا معايا. ودابا من بعد ما غلات الطنجره ديالي غادي نضيف لها حامضه مصيره او الحامض المرقد وبصله اللي كنت شلت، ثلاثه البصلات او اربعه على حسابكم نتوما الا باغيين التغميره بزايد. وغادي نقلبها شويه هكا باش تدخلها، باش ما تلصقليش ودوز المرقه من تحت منها، ونمرقها شويه، نضيف لها واحد جوج كيسان كبار ديال الماء ونخليها تطيب فيهم، ما غاديش نعاود نزيد لها الماء.
ونضيف لها واحد كاس معمر ديال الزيت ونخليها طيب. ودابا غادي نضيف لها دول الكبادي من بعد ما دخلها الطياب، راه قريبه طيب. ونحرك شويه باش ديما خصنا نبقاو نحركو الدجاج محمر، خصو ديما تحركي الدجاجه شويه باش ما تلصقش الصدر ديالها، هذا غادي يلصق في القاع ديال الطنجره. ونبقى مره كنحرك ونخليها طيب. من بعد غادي نحيدها ونخليها تحمر. ومن بعد ما حيد الدجاجه ديالي وحطيتها تحمر في الفران، غادي نضيف ديك الدغميره، غنهز منها واحد الزلافه باش نخليها للتقديم، وغادي نضيف عليها الفيرميسيل من بعد ما رقدته في الماء طايب، والزيت مقطع، ونحركهم مزيان يتجانسوا. ومن بعد نضيف لهم زيودات حتى هما مرقدين، كيجيو رائعين يعني، كيعطيو مذاق ومنظر. ايوا ونخليها واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق تشحر صافي، وكتبقى واجده باش نقدموها بالصحه والراحه. خليكم معايا في طريقه التقديم. الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا هذا هو مع الشعريه، الدغميرة رفقتها بالدغميرة ديالها، ها هي شهية طيبة وبالصحة والراحة. وما تنساونيش باللايك، واللي ما اشتركش معايا اشترك، ضغطوا على الزر الأحمر ورنوا الجرس. شكرا لكم، إلى الملتقى مع شهية أخرى إن شاء الله.